بذر الكتان. بذر الكتان ده من اغلى المصادر اللي موجود فيها الاوميجا 3، والحاجات دي كلها احنا هنستعملها دلوقتي. يعني انا هستعمل بذر الكتان، هستعمل قمح كامل، هستعمل شوفان لانه برده من الحبوب الكامله، هستعمل سمسم، هعمل فطاير، هعمل فطاير علشان العشاء، عشان الفطار، عشان كسناك وهم بياكلوا، هعمل معجنات صحيه هحشيها جبنه بيضة دسمها قليل سواء ريش او فته اللي انت عايزاها، والفطاير دي تبقى عندي في الفريزر تتعمل وتتحط في الفريزر وانزلها سواء لفطار او عشاء او سناك او حتى لغدا مع سلطه للولاد وهم بيذاكروا. المقادير بتاعتي عباره عن ايه؟ 3 كوبايات دقيق عادي، كوبايه ونص دقيق كامل، كوبايه ونص شوفان مطحون. ليه انا ما استعملتش كله دقيق اسمر؟ لان بتبقى ناشفه ومش هيحبوها. مشكله الدقيق الاسمر ان هو بينشف الحاجه شويه، علشان كده انا بستعمل الدقيق الابيض بخلطه. فخلطت 3 كوبايات دقيق مع كوبايه ونص دقيق كامل، كوبايه ونص شوفان مطحون، معايا نص كوبايه زيت، 5 معالق لبن بودره، معلقتين كبار خميره فوريه، معلقتين كبار سكر، بيضتين، معلقه صغيره ملح، وميه للعجن. من تاني هقول مقادير العجينه نفسها. 3 كوبايات دقيق، كوبايه ونص دقيق كامل، دقيق كامل مش الدقيق بالرده خدوا بالكم عشان في فرق، كوبايه ونص شوفان مطحون، نص كوبايه زيت، 5 معالق لبن باودر، معلقتين كبار خميره، معلقتين كبار سكر، عدد بيضتين، معلقه صغيره ملح، وميه دافيه اعجن بيها. الحشوه بتاعتي انا هستعمل ايه؟ هستعمل جبنه دسمها قليل سواء قريش، فته قليله الدسم، اي جبنه دسمها قليل عشان برده ما يتخنوش. وخدوا بالكم ان المذاكره والقعده في البيت بتخلي الواحد ياكل كتير، فده مش معناه ان برده ان انا اقعد احشي في الولاد ويطلعوا من الامتحانات زايدين لهم 10 كيلو مثلا، يبقى ما عملناش حاجه، بوظنا حاجه ثانيه. يبقى انا هحشيها جبنه دسمها قليل، فلفل رومي مفروم، بقدونس مفروم، وللوش الوجه بتاعي هضرب بيضتين مع ملح وفلفل، وهحط سمسم وبذر كتان، وممكن بقى احط هنا بدل البذر الكتان احط مثلا شويه لب، عارفين اللب المتقشر، لب ابيض زي ما بنشتري من المحلات الكبيره، العيش اللي بالحبوب بيبقى عليه لب، حطيها برضو انت على الفطاير بتاعتك، هتديهم قيمه غذائيه وهيبقى شكله حلو. هبتدي اعمل ايه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، هحط الدقيق مع الشوفان والدقيق الاسمر. احنا قلنا في فرق بين الدقيق الكامل والدقيق بالرده. الدقيق الاسمر اللي هو او الدقيق بالرده ده بيبقى دقيق ابيض مضاف له رده، لكن الدقيق الكامل الحبه كلها بتاعت القمح مطحونه بالقشره بالرده بكل حاجه. مقادير الجاف انا بحطها كلها، دي السكر ودي الخميره، هحط ملح. يا اسراء. الو الو. ايوه اسراء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو عناية. ايوه حبيبتي عينيا ليكي. لو سمحت عايزه طريقه عمل البيتزا. من عينيا الاثنين. هقول لكم بقى طريقه عمل عجينه فظيعه في الاخر ان شاء الله، اخر الحلقه. وبعدين هبتدي اشغل المكنه بالراحه، العجانه على مضرب البيضتين، دي اكبر اضربها هنا، هضرب البيضتين وازودهم للعجينه، وابتدي ازود ميه دافيه بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نحطش الميه مره واحده علشان ما تطلعش العجينه طريه معايا بابا وسطها. بص انا الاول بقلبها اهو، بالراحة بالتدريج لغاية لما تبتدي تلم كلها، ابتدي اسرع المكنة عليها عشان انتوا شايفين الحاجة بتطير.
انا عايزه بس اشوف ملمس العجينه. لا مش محتاج. اجيب معلقه. خدوا بالكم ان ملمس العجينه بيبقى مختلف علشان الدقيق مش ابيض عادي. بصوا انا عايزاها تتعجن شويه، فهتكلم معاكم شويه وبعد كده اهو هنقلها، لان دي اكبر. هنقل العجينه هنا اهو علشان تتعجن كويس، ونتكلم شويه وبعد كده نرجع تكون العجينه شدت شويه. انا بس هوريكم هنا اهو ان انا بخلط الجبنه مع الفلفل، فلفل رومي، بحط فلفل رومي كتير لان برضو الفلفل الرومي ده من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده وفيها فيتامين سي كتير جدا. والبقدونس يعني بحط خضار كتير، بيبقى حلو فيها كمان بقى الفلفل الحراق. الناس اللي بتحب الحراق، الفلفل الحراق مع الفلفل الرومي بيدي طعم حلو قوي. الزعتر كمان، خصوصا الزعتر الاخضر، يا سلام الزعتر الاخضر مع الجبنه بيبقى ممتاز فيها. طب ايه كمان انا ممكن اديه لاولادي ويزود لي من التركيز بتاعهم؟ الكمون. انتوا عارفين ان الكمون بيساعد الجهاز العصبي انه ينتبه ويركز اكتر، يبقى بالتالي بيساعد على ايه؟ التحصيل الجيد، يعني يخليه ذكي كويس. الزيوت المتبخره في الكمون بتحفز الجهاز العصبي على التفكير المبدع، ان هو يبقى كرييتيف. خلاص، يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنجيب كوبايه ميه مغليه بغليها واروح حاطاها على معلقتين صغيرين كمون ومعلقه عسل ابيض واغطيه. لازم اغطيه ليه؟ عشان احافظ على الزيوت الطياره اللي فيه. لو انا سبته مكشوف الزيوت هتتبخر، فعلشان كده اهو بغطيه عشان احافظ على زيوت الطياره، واصفيه بعد كده اهو بعد 3 دقائق واقدم لهم الكمون، لانه فعلا بيحفز على الابداع. الافوكادو من الحاجات المهمه جدا، الافوكادو اللي هي الخضره اللي بيبقى فيها بذره كبيره دي، بتساعد على انها تحفظ بسرعه، وبتساعد انها يعني تزود القدره على الحفظ، وده حاجه مهمه جدا لان هي الدهون اللي جواها بتغذي الدماغ، الدهون اللي فيها دهون مفيده بتغذي الدماغ. الروزماري، الروزماري برضو بيساعد على تحسين الذاكره. خدوا بالكم ان انا ما بتكلم على تحسين الذاكره ده للكبار والصغيرين، يعني احنا بنتكلم على وقت امتحانات بس، انا برضو بالنسبه للناس الكبار الكبيره اللي في السن برضو محتاجه انها تاخد الحاجات دي. فالروزماري بيحسن الذاكره وبيسهل تدفق الدم والاكسجين للمخ، فبالتالي المخ بيزيد تحصيله. طيب في مشروبات معينه تانية بنصح الاولاد ان هم ياخدوها او يبعدوا عنها؟ يبعدوا عن المشروبات الغازيه والمنبهات. المنبهات يعني ايه؟ الناس الولاد بيشربوا شاي ونسكافيه وقهوه وحاجات كتير جدا، المنبهات دي بيشربوها في الوقت ده. اولا بعد الاكل، يعني لو انا شربت الاكل وشربت الشاي بعديه، الشاي العادي مش الشاي الاخضر، ده بيقلل لي من امتصاص الحديد من الاكل، يبقى انا قضيت على الحديد. وانا لسه بقول ان الاكل اللي فيه كميه حديد كبيره هو ده اللي بينفعني في التركيز. اهي كده اهو اتعجنت، هي زي ما قلنا اصعب شويه، اصعب شويه فعجنها من العجينه العاديه. اهي بصوا كده، هناخد شويه ونشكلهم. بس طبعا احنا بنسيبها تخمر، يعني المفروض انها تسيبها تخمر على الاقل ساعه الا ربع. يبقى الشاي والقهوه وكل القهوه السريعه ذوبان وغيرها دي كلها حاجات بتقلل من امتصاص الحديد في الجسم، بتخلي الاكل الجسم ما يستفادش بالحديد اللي جوه الاكل. يبقى لازم استنى على الاقل ساعتين يكون الجسم امتص الحديد اللي في الاكل وبعد كده اشرب الحاجات دي. المشروبات الغازيه، المشروبات الغازيه دي مشروبات ضاره. ليه؟ بتكسر الكالسيوم في الجسم، بترفع نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون في الدم. خلاص، يبقى لازم اقلل منها. يا جماعه يا ريتني ان انا الغيها خالص. لكن ايه بقى اللي انا اشربه؟ الميه. الميه دي مش عايزه اقول لكم ان الميه دي لما انا ما بشربهاش كويس، يعني اقلل من شرب الميه، ده بيحسسني بالاجهاد. يبقى لما بشرب ميه كتير بيخليني صحيح ممكن اعرق عشان الدنيا صيف، بس العرق ده حاجه صحيه، لان انا لو انا ما بشربش ميه كتير هفقد الاملاح الموجوده في جسمي من غير ما اعوضها، فلازم
اشرب ميه كتير، لان الايام دي الامتحانات والمذاكره في الصيف والدنيا حر جدا، فلازم يبقى الجسم ياخد كميته اللازمه من الميه، ودي عباره عن 3 لتر في اليوم. لازم اخد بالي من النقطه دي علشان ما اخليش الولاد يعطشوا. وبعدين خدوا بالكم كمان الشباب الصغير ده ما بيفكرش في الميه كتير. الميه انا بقول ميه ما بقولش شاي، لان الميه كميه لوحدها غير من انا اخدها كسوائل تانيه بتفرق كتير. ادي كده اهو عملت العجينه كور، بفردها اهي. في ميزه بقى في الدقيق الاسمر لما انا اجي اعمله معجنات، ان هو ما بيخليش الدقيق يمط غير العجينه العاديه. يعني العجينه العاديه هتلاقي دي ممكن يمط معاكي، الدقيق الاسمر سبحان الله ما بيخليهاش تمط. حتى علشان وبعدين بقفلها علشان تخلي العجينه بتاعتك ما تمطش، العجينه العاديه اخلطيها بشويه دقيق اسمر هتلاقيها اللي هو الدقيق الكامل، هتلاقيها ما تمطش معاكي كده اهو. بعدين بيض وبرشها بقى بسمسم، ببذر كتان، بلب ابيض، زي اللي انت عايزاه. وبعدين بدخلها الفرن لغايه لما تستوي. احنا ممكن نعمل واحده ثانيه هوريكم ازاي. عباره عن كوره بقطعها كور وبفردها، بعدين بحط الحشوه اللي انا عايزاها. على فكره كمان الفطاير دي لما بتتحشي كبده فراخ، بتعملي كبده الفراخ بتقطعيها مكعبات وبتشوحيها مع بصل وثوم وشويه بقدونس وفلفل حراق وطماطم مكعبات، بتبقى حلوه جدا في الفطاير كده اهو. بعدين بحط ادي الجبنه، وبعد كده بقفلها وعشان زياده في التاكد ان هي ما تفتحش معايا بالشوكه بعملها كده وبدهنها بعد كده اهو. وبدهنها وبحط عليها الحبوب اللي انا عايزاها. طب يشربوا ايه؟ ايه المشروبات المفيده اللي ممكن الطلاب يشربوها؟ الفاكهه الطبيعيه طبعا. بصوا مشروبات الفاكهه دي من الحاجات الممتازه جدا، بس مش انا اجيب كوبايه العصير واهريها سكر واديها له واقول ان انا بخليهم يزودوا تركيزهم، لا، لازم اخد بالي من السكر كويس جدا. الفاكهه بتقوي الذاكره، مفيد جدا ان هي بتخلينا ما نشربش منبهات، وما تخليناش نشرب المشروبات الغازيه اللي بتعمل لنا ارق، بتعمل لنا توتر، بتعمل قلق، فبتغنينا عن الحاجات دي. ادي الفطاير بعد ما طلعت، الفطاير بتاعتنا بعد ما طلعت اوكي. دي الفطاير احنا حشينها بالجبنه ورشينا بسمسم وبذر جتان، وزي ما قلت لك انت ممكن ترشي عليها برضو لب ابيض.